منيش متفجرات كيميائية. منيش 8/12/2012 تساقط على القذيفي، أنواع جديدة من القذائف على هذا الشكل تتفاعل وتخرج دخان ذات سحابات ملونة ضخم جدا يشعل حرائق مكان سقوط هذه القذائف. بنش 8/12/2012 هذه القذائف هي أول مرة تسقط في هذه المنطقة. المنطقة تعتبر من المواد السامة التي تخرجها، حيث يتم السعال ودموع العينان. الحمد لله شعب بنش لا بيطمع ولا بيصلوا شيء.